يعني الحاجات اللي في العالم كلها احنا وعلمائنا على اتصال بها او معرفة على الاقل بالخطوط العريضة بتاعتها. بس احنا حذرين جدا، لان احنا برضو في بعض الحروب من شركات الادوية بدأت تظهرها في انها تحارب بعض الادوية او انها تقوي دواء عن دواء. احنا بننسخ شوية ده، واخدين حذرنا من هذه النقطة جيدا جدا. وده يعني احنا في مصر علمائنا متنبهين ان هناك في بعض حروب شركات او مافيا الادوية علشان يا اما يمرروا الادوية بتاعتهم ويسوقوها ويشوهوا من ادوية تانية، فنحن متنبهين لتلك المسألة. بالضبط جدا، وبنبه المصريين ما تنسقوش وراء الاخبار او وراء وسائل التواصل الاجتماعي، اسمعوا يا اما منبر محايد ومنبر جيد زي منبر حضرتك او الموقع الرسمي لوزارة الصحة. ومش اي دواء يسمعه نخزنه. للأسف الشديد اللي ما نسخ عن بعض الادوية اللي كانت موجودة داخل البروتوكول المصري من شهر ابريل، هي ادوية لا تستخدم الا داخل المستشفيات لبعض الحالات، وحتى هذه الحالات ليها شروط وليها معايير. فما ينفعش ان انا اخد ادوية فيها نسبة كورتيزون او هي عبارة عن دواء من ادوية الكورتيزون الا تحت اشراف طبي، فتخزنها او استخدامها كويس في المنزل او استخدامها بدون اشراف طبي تمثل خطورة على صحة المصريين وصحة المواطن العادي. كويسا. فيما يخص التجارب السريرية دكتور حسام، احنا وصلنا محاولة قادمة جدا، لكن احنا واخدين قرار ان احنا لن نعلن الا عند انتهاء التجربة بالكامل، لكن عندنا تجارب وصلت لمرحلة متقدمة جدا. اوعدك ان خلال 10 ايام هنعلن كل نتائج ثلاث تجارب سريرية عندنا او شكت على الانتهاء، وهتكون نتائجها مبشرة جدا للمصريين. تاني يا فندم معلش، ده خبر الاستاذ الدكتور حسام حسني، حسام حسني رئيس لجنه مكافحه فيروس كورونا وزاره الصحه، بيعدنا انه في خلال 10 ايام ان هناك نتائج مبشره على تجارب سريريه وصلت الى اخرها يعني، وستكون مفاجاه ان شاء الله ومبشره. كلامي صح يا فندم؟ ان شاء الله مظبوط جدا يا سيد، وان شاء الله ابشرك واكون من بركه وعلم. الله يا رب. وصلنا لنتائج جيده جدا سواء في الحالات البسيطه او المتوسطه او في الحالات الشديده، هيكون في نتائج مبشره جدا باذن الله تعالى. هتبقى نتائج مصريه خالصه ولا نتائج بالتعاون مع بعض الدول يا فندم؟ نتائج مصريه خالصه تحت اشراف وزاره الصحه المصريه. كويس. وزاره الصحه المصريه انا بعلنها، انا راجل استاذ جامعي لكن بعلنها، ان وزاره الصحه المصريه بتعمل باعلى كفاءه وباعلى دقه، وقربنا ان شاء الله ان يعني نفاجئ المصريين بمفاجات جديده باذن الله تعالى. يا رب يا مسيل. اخيرا يا فندم، مش عايز ارهق حضرتك معايا، كان في كلام حوالين ان السيدة رجاء الجداوي 3 مرات خدت البلازما وبعدين المسألة بتتدهور وكده، رغم ما قيل ان البلازما دي شيء سحري وكذا، يعني ما يعني ايه حكاية البلازما وما هو موقف الفنانة رجاء الجداوي؟ خلينا ناخدها واحدة واحدة. الفنانة رجاء الجداوي هي انسانة مصرية، فيعني هي بتعامل معاملة اي مصري كويس. طبعا احنا بنعامله طبعا هو مريض وكل الدولة تغفر، لكن ان كانت هي يعني غالية على قلوبنا جميعا وغالية على قلبنا شخصيا، لكن هي ما خدتش البلازما 3 مرات، ما حدش بياخد البلازما 3 مرات، البلازما ما بتاخدش غير مرة واحدة. هكذا نشر للأسف. ما هو للأسف الشديد هي دي بعض الصحافة السوداء اللي بتحاول ان هي تزعل المصريين مننا، لكن انا بأكد للمصريين احنا واقفين على خط واحد لصحة جميع المصريين. نتمنى الشفاء لكل المصريين ولكل حد في العالم، يعني أي إنسان في الدنيا نتمنى له الشفاء. فما أخذته السيدة رجاء الجداوي أخذته أي مريض مصري في نفس حالته، في نفس الوقت في نفس السرعة في نفس الكفاءة. أكد لحضرتك دي، لكن ما خدهاش غير مرة واحدة، وإن كانت هي تحسنت على هذا الدواء لكن في بعض العوامل الأخرى الطبية، لكن يعني نظرا لان هي مريضه فما ينفعش من التاريخ المرضي بتاعها يعلن، ادت لعدم تحسن الحاله. انما بيقال يعني كل شويه الناس بتتكلم ان الحاله بتتدهور اكثر واكثر، هل هذا الكلام صحيح؟ نتمنى لها الشفاء. احنا عندنا يعني مدرسه ماشيين فيها ان احنا كل مريضنا واثقين ربنا يجعلنا سبب الشفاء، لو ما نجحناش يبقى اراده ربنا، لكن احنا بناخد بالاسباب وماشيين على الاسباب وربنا يكرمنا. ربنا يكرمك يا فندم. الحاله مش جيده لكن عندنا امل.